السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة ستيب باي ستيب. النهاردة ان شاء الله هنكمل يونت 7 Let's Make Music. عندنا هنشتغل من ستودنت بوك بيج 15. التايتل بتاع البيج Let's Play Together، هيا بنا نلعب سويا او مع بعض. Let's Play Together. Exercise number one، البيزي بي بتقول listen استمع to the story، استمع إلى القصة. Then ثم answer the question، ثم أجب على السؤال. طيب تعالوا نقرأ القصة مع بعض. في مجموعة من البيكتشر قدامنا، كل بيكتشر فيها دايلوج أو محادثة. Picture number one فيها اتنين بويز واقفين، two boys، كل واحد منهم معاه آلة موسيقية، كل واحد بيكلم التاني عن الآلة بتاعته. طيب أول boy بيقول I can play the flute. I can play the flute، أنا أستطيع أن ألعب على المزمار. flute مزمار، play فعل بيجي مع الآلات الموسيقية، ف I can أنا أستطيع play the flute. فالبوي التاني، الولد التاني رد عليه وقال له، وهو ماسك في ايده ايه؟ مين هيقول لي ايه اللي في ايد الولد؟ جيتار. اكسلنت، بيقول له I can play the guitar، انا استطيع ان العب على الجيتار. طيب بيكتشر نمبر 2، في الاتنين الاولاد الاتنين كانوا بيتكلموا، فجالهم واحد صاحبهم تالت بيقول لهم هلو I am اياد. هلو، اهلا انا اياد. I can't see. I can't يعني انا لا استطيع، can't يعني لا يستطيع. I can't see يرى، verb بمعنى يرى او يشوف. بيقول لهم I can't see but لكن I can hear، انا استطيع ان اسمع. but لكن I انا can استطيع hear يعني يسمع. بيقول لهم I like to listen to music، أنا أحب أن أستمع إلى الموسيقى. I like to listen to music. فهم ردوا عليه وقالوا له Hello إياد، أهلا إياد. تمام، تعالوا نروح في البيج الثانية اللي هي 51 هنكمل. فالاتنين صحاب اياد، او الاتنين اللي كانوا واقفين الاول مع بعض وجالهم اياد وعرفهم عن نفسه، فبيقولوا له ايه؟ بيقولوا له can we help you، can هل نستطيع ان نساعدك، help يعني يساعد، can we help you. راح اياد قال لهم yes please، نعم من فضلكم. where is the piano، where is the piano، اين البيانو. طبعا هو مش بيشوف، فطلب منهم ان هم يوصلوه لحد البيانو. في بيكتشر اللي بعدها قعد اياد على البيانو وبدأ يعزف، فصحابه بيقولوا له ايه؟ اول ولد اللي هو معاه الجيتار بيقول له you can play the piano really well، انت تستطيع ان تلعب على البيانو بطريقة حلوة أو بتعزف عزف جيد على البيانو. You can play the piano really well. فصاحبهم التالت اللي معاه الفلوت أو المزمار بيقول له Let's play together، يلا بينا نعزف سويا. نعزف سويا يعني إياد هيعزف على البيانو وصحابه الاتنين، واحد على الجيتار والتاني على الفلوت. طيب تعالوا نشوف exercise number 2. بيزي بي بتقول لنا look انظر and say وقل. الفكرة من الستوري دي ان احنا نعرف نعبر عن انا استطيع او لا استطيع. I can play the guitar. I can play the guitar too. في picture تحت في girl و boy، كل واحد فيهم معاه جيتار. البنت بتقول I can play the guitar، انا استطيع ان العب على الجيتار. والولد قال لها I can play the guitar too. too يعني أيضا. طيب في نهاية البيج 51 البيزي بي بتقول لنا go to activity book page 50 and 51. يلا بينا. رحنا للاكتيفيتي بوك page 50.
I play the guitar. ده التايتل. I play the guitar. أنا ألعب على الجيتار. Exercise number one بيزي بي بتقول لنا listen and circle. استمع واعمل دايرة. Circle يعني اعمل دايرة على الإجابة الصحيحة. Listen and circle. في picture number one في girl وفي two tools. في جيتار وبيانو. مفروض ان التيتشر في الكلاس هتسمع الطفل باراجراف. هنعرف منه كانت البنت بتلعب جيتار ولا بيانو. والطفل هيعمل سيركل على التول الصحيحة او الآلة الموسيقية الصحيحة. هما 6 بيكتشر. كل مرة الطفل هيسمع للتيتشر وهيحط سيركل على التول. عندنا جيتار وبيانو. بيكتشر نمبر 2 في عود وفلوت. بيكتشر نمبر 3 في اكورديون وفيولين. Picture number 4 في بيانو وترومبت. Picture number 5 في فلوت وترومبت. Picture number 6 في فيولين وعود. طيب تعالوا نروح للبيج اللي جنبها اللي هي 51. Let's play together. هيا بنا نلعب سويا. الاكسرسايز ده معتمد على الستوري اللي كنا بنحكيها دلوقتي في الستودنت بوك بيج 50. Exercise number one. Look, انظر. Read, اقرأ. ثم put, ضع. Take or false, صح او خطأ. Look, read and put, take or false. طيب في picture number one في جملة والمفروض هنعرف هي take or false. نفس الستوري. هنفتح الستودنت بوك قدامنا علشان نعرف الاجابات الصحيحة. هاني can play the flute. هاني can play the flute. هاني يستطيع أن يلعب على المزمار. Take or false. Take. Excellent. Take. Picture number 2. إياد can't see. إياد لا يستطيع أن يرى. Take or false. Take. Excellent. دي جملة صحيحة. تعالوا نروح لبيكتشر نمبر 3. إياد can't hear. إياد لا يستطيع أن يسمع. Take or false. False. إياد can't see but he can hear. لكنه يستطيع أن يسمع. Picture 4. إياد can play the piano. إياد يستطيع أن يعزف على البيانو. Take. جملة صحيحة. طيب كده احنا خلصنا exercise number 1. هنروح exercise 2. بيزي بي بتقول لنا write about yourself. write اكتب about عن yourself نفسك. هنسأل كل طفل ونسأله هو بيعرف يلعب على ايه او يعزف ايه. وهيقول I can play guitar, play the piano, play drums. ونسأله كمان I can't. هيقول I can't. انا لا استطيع ان اعزف على. I can't play the accordion. I can't play the flute. وهكذا. الفكرة من الليسن انه هو يفهم او يعرف I can بمعنى استطيع. انا استطيع. I can't. انا لا استطيع. هنرجع للستودنت بوك بيج 52. الستوري دي الستوري الخاصة بليسن 7. Let's play music. الستوري بعنوان enjoying art and enjoying art and music. الاستمتاع بالفن والموسيقى. exercise 1. listen and point. listen استمع واشر او شاور. في picture number 1 في children وبيزي بي وفي الماما مامتهم يعني مامة الولاد بتقول ايه children اطفالي بيزي بي النحلة بيزي listen استمعوا بتنبههم او بتناديهم بتقولهم children بيزي بي listen ايه can you hear the music بتقولهم هل تستطيعوا ان تسمعوا المزيك الموسيقى Can you hear the music؟ بتسألهم انتوا سمعين الموسيقى دي؟ راحت البنت قالت لهم ايه؟ It's a band.
إنها باند يعني فرقة موسيقية. They are playing music. هم يعزفون الموسيقى. It's a band. They are playing music. طيب فوق البيزي بي بتقول لنا think، تفكر. Where are Adam and Dina؟ احنا عارفين ان ابطال الستوري بتوعنا في كل مرة في نهاية كل يونت هم آدم ودينا ومامتهم. هنا البيزي بي بتقول لنا where are، اين يكون آدم ودينا؟ هنسأل كده، نبص في البيكتشر ونسأله، نخمن الاطفال آدم ودينا ممكن يكونوا فين. It's a park. انها حديقة، هم موجودين في حديقة. الحديقة دي فيها باند، فرقة موسيقية، a playing music. تعالوا للبيج اللي بعدها 53. picture number 3. الام بتقول لهم look there are some paintings. زي ما تعودنا في كل ستوري الwords او الكلمات اللي عليها اليالو شادو الظل الاصفر بتبقى حفظ لانها بتبقى كلمات جديدة. الام هنا بتقول لهم look انظر there are some paintings، مجموعة من الرسومات. painting رسومات. في two painting. فالبنت او دينا بتقول this girl is sad. this girl is sad. في بنت مرسومة في اللوحة بس البنت دي باين على وشها انها حزينة. sad يعني حزين. فدينا بتقول this girl is sad. اما ادم بص على الصورة اللي مرسوم عليها boy فقال this boy is happy. هذا الولد يكون سعيد. طب هم عرفوا ازاي؟ يعرفوا من شكلهم او من البادي لانجوج بتاعتهم. بتقول في الصورة الاولانية البنت زعلانة في الولد، في الصورة التانية الولد happy. هنروح للبيج اللي بعدها بيج 54 في البروبلم سولفينج، في حل جزء حل المشكلات. عندنا picture number 4. هنكمل الكلام مع آدم ودينا. في picture هنا دينا وبيزي بي وبنت جديدة احنا ما نعرفهاش. دخلت بيزي بي بتقول hello what's your name، بتسأل الجيرل اللي واقفة جنب دينا بتقول لها hello اهلا what's your name، ما هو اسمك او ماذا او اسمك ايه يعني، بتقول لها بتقول للبنت اسمك ايه. فدينا ردت على البيزي بي قالت لها لارا از ديف. ديف اللي هم لا الناس اللي ما بتسمعش يعني الفاقدين لحاسة السمع. لارا لا تسمع يا بيزي بي. شي كانت هير يو، هي لا تستطيع ان تسمعك. فالبيزي بي قالت لها او هاو كان اي سبيك تو هير، يعني اتأثرت طبعا وقالت لها طيب ازاي اقدر اتكلم معاها. How can I speak to her؟ فجنب في جنب البيتشر في البيزي بي بتقول بتسألنا سؤال، بتقول لنا can the girl hear. can the girl hear. تعالوا نفكر كده، هل البنت بتسمع؟ هنقول the girl can't hear. فتحت البيزي بي في السينك او في اللي هي تفكر. How can Busy Bee speak to the girl؟ تعالوا نفكر كده، How can Busy Bee speak to the girl؟ ازاي النحلة بيزي هتعرف تتكلم مع البنت وشي از ديف يعني لا تسمع؟ تعالوا نروح للبيج اللي جنبها 55 ونكمل في picture number 5. جت لارا دينا بتقول للنحلة بيزي، بتقول لها You need أنت تحتاجي to use أن تستعملي sign language. sign language يعني لغة الإشارة يا بيزي بي. فآدم حب يشرح للبيزي بي، بيقول لها تعالي أقولك إزاي تكلميها. yes look انظري this is how you say hello. look انظري this is أهو الطريقة دي. رفع إيده كده لفوق وشاور بطريقة معينة وقال للبيزي بي الطريقة دي معناها انك تقولي للارا هلو. فبيزي بي بصت على ادم وقلدته، رفعت ايدها وقالت عملت لها كده. فالبنت لارا رفعت ايدها وعملت للبيزي بي نفس الساين.
فبيزي بي قالت I like learning sign language، أنا أحب أن أتعلم sign language، لغة الإشارة. طيب الكلمات الجديدة ديف وهير يسمع هلو وساين لانجوج لغة الإشارة. في جنبنا في جنب البيكتشر بتاعت البيكتشر نمبر 5 في تو بويز بيقولوا وي كان ميك فريندز، نحن نستطيع أن نكون أصدقاء. طيب كده احنا خلصنا الستوري. البيزي بي بتقول لنا جو تو اكتيفيتي بوك بيج 52 اند 53. الاكتيفيتي بوك بيج 52 ستوري برضو، نكمل ستوري. انجويينج ارت اند ميوزك، الاستمتاع بالفن والموسيقى. اكسرسايز 1 بيزي بي بتقول لوك اند كومبليت، انظر واكمل. طيب هي جايبه لنا تو ووردز او كلمتين علشان نكمل بيهم في الفراغ او السبيس اللي هي جايبه لنا. الكلمتين هم ساد حزين، هابي سعيد. طيب نفس الولاد دينا وادم ومامتهم لما كانوا بيتفرجوا على البينتينجز او الرسومات، فدينا بصت للبينت الاولانيه وقالت this girl is، ها هنبص للبيكتشر ونشوف this girl is sad، excellent، هذه البنت تكون حزينة. وآدم بص للصورة وقال this boy is happy، excellent. طيب تعالوا نروح للبيج اللي جنبها، بيج 53. draw your self portrait، ارسم صورتك، اعمل صورة لنفسك. هنطلب من الطفل انه يرسم نفسه في البوكس الكبير ده، وبعد ما يخلص الرسمة هيلونها بالالوان اللي هو بيحبها، وهيكتب عليها my name is، اسمي يكون، ويكتب اسمه. و exercise number 2 البيزي بي بتقول لنا what colors did you see، ايه هي الالوان اللي انت شايفها. بعد ما هيلون البيكتشر بتاعته هنسأله ايه هي الالوان اللي انت شايفها. point and say، شاور بايديك وقل. يعني مثلا هيرسم البورتريت بتاعه، والبورتريت ده هيبقى فيه مجموعة من الالوان، هيرسم لبسه، هيرسم عينيه، هيرسم لو هو مسك حاجة في ايده، وبعد كده هيقول لنا الالوان. تعالوا نراجع الالوان سريعا. اسود بلاك، ابيض وايت، احمر ريد، اخضر جرين، ازرق بلو، اصفر يلو، بني براون، وردي بينك، وهكذا. يعني هنرجع تاني للستودنت بوك بيج 56. ده البروجكت. البروجكت هنا او الحاجة العملي اللي مطلوبة مننا في اليونت ده. في اكسرسايز 1 البيزي بي بتقول لنا ميك ا درام، في مجموعة من الحاجات زي لزق وورق وجلو وتو ستيكس اللي هما بنستخدمهم في ان احنا نعزف على الطبلة. المشروع ده او البروجكت ده ان الطفل يصمم طبلة، ياريت نعمله معاه في البيت، نوفر له الحاجات اللي ممكن يعمل بيها ونساعده فيه، ويحاول يعمل طبلة ينفع ان هو يلعب عليها. بعد كده هيقول this is my drum، بعد ما هيسمع الطبلة هيقول هذه تكون الطبلة بتاعتي. I can play the drum، انا استطيع ان اعزف عليها. طيب في اخر البروجكت او في اخر البيج هنروح على الاكتيفيتي بوك بيج 54 بروجكت الدرام. في اكسرسايز 1 بيزي بي بتقول لنا لوك انظر اند كولر، ولون. جايبه لنا صوره اول بيكتشر لصوره ايه، درام، اكسلنت. الطفل هيقول لنا، هنساله هيجاوب ان دي الدرام، هيكتب تحت this is a، يكتب درام في السبيس، وبعد كده كولر يعني هيلونها بالالوان المفضله عنده. بيكتشر نمبر 2 في صوره للايه، مين هيقول لي؟
فايولين، اكسلنت. فايولين اللي هو الكمان او الكمانجة، وبرضو هيلونها، وبعد ما هيكتب الكلمة في السبيس، الفايولين في السبيس، هيشاور ويقول this is a violin. هنرجع تاني ل page 57 في student book. show and tell، اعرض واخبرنا. exercise 1 show and tell. في ايه قدامنا؟ قدامنا مجموعة من الكيدز او الاطفال، كل طفل معاه تول او آلة موسيقية معينة. كل واحد منهم هيمسك الآلة ويجاوب او يعرفنا على نفسه ويقول لنا I can play the drum، I can play the guitar، I can play the violin، I can play the flute، وهكذا. الفكرة ان احنا نخلي الطفل يقف ويتكلم عن نفسه ويقول لنا هو بيقدر يلعب على ايه من الآلات الموسيقية او بيعزف ايه. look and color، انظر ثم لون. دي الفوكابلري، الفوكابلري اللي احنا اخدناها في اليونت let's make music. عندنا مجموعة من البيكتشر. اول بيكتشر للبيانو، بيانو كان من الكلمات الجديدة اللي اخدناها. وتاني حاجة الدرامز اللي هي الطبلة والجيتار. طبعا احنا هنسأل الطفل عن كل صورة، لو هو فاكر هنختار، هنلون السمايل فيس اللي جنبه، هيستحق ان هو ياخد السمايل ده. طيب في اللايف سكيلز، لو فاكرين كنا اخدنا ان احنا ما نأذيش جارنا، او be kind to your neighbor، كن عطوفا او لطيفا مع your neighbor اللي هو جارك. في الفونكس اخدنا التشا او السي اتش ساوند اللي هو تشا، تشاكلت، تشيز. وفي البروبلم سولفينج، في حل المشكلات، تعرفت بيزي بي على لورا. لورا شي از اديف، كانت لا تسمع، والبيزي بي حلت المشكلة انها استخدمت الساين لانجوج او لغة الاشارة. البروجكت كان ميكينج ا درام، كان الطفل المفروض يعمل طبلة. دي اخر صفحة في يونت 7 let's make music. في نهاية البيج البيزي بي طلبت ان احنا نروح لأكتيفيتي بوك بيج 55. هنروح على الأكتيفيتي بوك listen، اكتيفيتي بوك برضو show and tell، اعرض واخبرنا. exercise 1 البيزي بي بتقول لنا listen، استمع، count، عد، and color، ولون. بصوا هي في two boxes، كل بوكس في مجموعة من الفلوت والترومبت والفايولين، والمفروض ان الطفل هيعد في كام فايولين قدامه ويكتب النمبر في البوكس الفاضي قصاد مثلا الفايولين، قصاد الفلوت، قصاد الترومبت. فهو مجموعة، فهو اكسرسايز عبارة عن عد، يعني هيعد التولز اللي قدامه ويكتب الرقم، وكمان هيلون الحاجات الالات الموسيقية. طيب في exercise 2 think، فكر، and color، ولون. unit 7 طبعا هنطلب من الطفل ان هو يختار، او بناء عن رأيه في unit 7 هيختار الفيس الاولاني ان هو غير راضي عن اليونت، الفيس التاني ان هو راضي، الفيس التالت ان هو مبسوط اللي هو السمايل فيس ده، ان هو مبسوط باليونت او عجبته اليونت او استمتع بيها. exercise 3 color and stick، زي ما تعودنا ان في ورا في الكتاب بنروح بيج في 85 بيج 85 بنعمل ايه؟ بنعمل stick. stick هنقص صورة البيزي بي اللي موجودة وبنلونها. الاول بنكولر، نعمل color للدرام اللي جنب البيزي بي، وبنقص صورة البيزي بي ونلزقها زي ما هو مطلوب مننا. وفي نهاية البيج التيتشر اسسمنت اللي هو تقدير المدرس. المدرس طبعا بناء عن شغل الكيدز معاه في الكلاس هيعمل تيك قدام الفيس او الشكل المناسب، او هو راضي عن اداء الطفل معاه ولا لا. وصلنا البيج 55 في الاكتيفيتي بوك، نكون خلصنا الحمد لله يونت 7 اللي هي let's make music. اخدنا فوكابلري جديدة، اخدنا فونكس، واخدنا بروبلم سولفينج، واخدنا لايف سكيلز وستوري، واخيرا عملنا بروجكت الدرام.
يا رب تكون اليونت كانت خفيفة وعرفت اشرحها لكم وابسطها لكم. لو في اي سؤال في اليونت او في اي يونت عدت يا ريت تكتبوا ده في الكومنت. مش ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة، يا ريت يا ريت سبسكرايب لاي حد هيتفرج علينا يعمل اشتراك للقناة علشان توصلوا نوتيفيكيشن كل ما ننزل درس جديد. وبالتوفيق لكل الطلبة والمامز، والسلام عليكم.